المكملات الغذائية يلجأ إليها الناس لأسباب صحية نتيجة نقص في بعض الفيتامينات والمعادن، لكن البعض يستخدمها اعتقادا منهم أنها قد تعوض نقصا في أنظمة غذائهم أو أنها قد تحسن من نشاطهم في حياتهم اليومية. فأي ضرر قد يترتب عن ذلك؟ ولماذا المكملات الغذائية يزداد سوقها عالميا؟ هلا الطب اكثر اللي بيجي وصفات تنقول للجوينت، مش كله بيجي بياخد للجوينت الا ما يكون حكيم واصف له اياه، او كالسيوم مثلا ما بنعطيه نحن الا ما يكون عامل فحص، او حديد مثلا، الحديد ما بنعطيه الا اذا بوصفه حكيم، لانه الحديد ممكن يكون عنده كثير نقص شوي حسب في دوزات منه. هلا نحن تيجي فينا نعطي ملتي فيتامين تنقول، اما اذا حدا مثلا تنقول هيك ما بياكل كثير او تنقول هيك بحس بانحطاط شوي، فينا نعطي ملتي فيتامين ينشو ويقوي له مناعته. حول هذا الموضوع معنا من الجزائر الدكتور محمد العيفة، مختص بأمراض السكري، وأهلا وسهلا بك معنا. المكملات هذه حقيقة دورة، ومتى يجب أن تدخل بحياتنا ونمط حياتنا، ومتى يجب أن نتفاداها؟ المكملات الغذائية هي أشياء ممكن تكون جيدة وممكن تكون لها فائدة مهمة، لكن يجب أن تكون بتوصيات طبية وبتنسيق مع الطبيب المعالج والصيدلي لاختيار الأشياء المهمة والضرورية والغير قادرة على اكتسابها عن طريق الأكل العادي، لأن لا شيء يعوض الأكل العادي. كل المعادن وكل الفيتامينات هي أصلا موجودة في ما نأكله وما نستهلكه من خضروات وبروتينات ودهنيات وكربوهيدرات. أما المكملات فهي تخضع إلى شروط معينة وبمقادير معينة لأشخاص معينين في أوقات محددة من تطور الأمراض المزمنة عادة، أو تكون لفترات محدودة يعني في الكمية وفي المدة بالنسبة للأشخاص. يعني ليس كل شخص يستطيع أن يأخذ هذه المكملات، لكن دعنا نتحدث حقيقة أنه كل الناس تقريبا غالبيتهم يعني يأخذون هذه المكملات دون استشارة أي طبيب، يعني فيتامين سي أو أنواع أخرى، لأنه ربما نظامهم الغذائي غير سليم، يعتقدون أنه ممكن أن يعوضوا بهذه المكملات. هذه الاعتقادات خاطئة؟ بطبيعة الحال خاطئة، لأنه لا يمكن للمكملات الغذائية أن تأخذ مكان الدواء. الدواء عندما يأتي فهو يأتي لإصلاح خللا معينا في عضو معين، وهذا الخلل نتج عن سوى عن مرض أصلي أو يكون عبارة عن ثانوي لخلل آخر، أو المرض أدى مثلا عندما نكون نعاني من مرض في المعدة، بعض الأمراض في المعدة تؤدي إلى نقص في امتصاص الفيتامين B12 مثلا، وهذا يؤدي إلى بعض الأمراض المعروفة واللي متسبب فيها هذه الفيتامين. كان هذا الشخص عندوش القدرة على التعويض عن طريق الأكل، فيوصف عادة أو ينصح الطبيب ببعض المكملات، لكن تكون محدودة، لأنه هذا هو المشكل اللي قد هو يتم تفسير الأمر الشخصي
بعيد عن القرار الطبي ويقول مثلا أن الفيتامين بي 12 هي ضرورية لي، وبما أنها ربما تكون في ذاكرته الخاصة قد أتت وحسنت وضعه الصحي في فترة معينة في يوم من الأيام، فيعتبرها أنها يعني مفيدة لكل زمان ومكان ويستهلكها أكثر من اللازم، وهنا راح يقع فيما لا يحمد عقباه، لأنه هنا حتى الفيتامينات ليست بالضرورة تكون مفيدة. أي أنواع فيتامينات بالكميات الغير مقبولة؟ أي أنواع يجب أن تخضع لطبيب وأنه نعرف متى نأخذها ومتى نتوقف عنها؟ وفي مثلا الكل يأخذ الفيتامين سي بشكل دائم، مثلا الفيتامين سي بشكل دائم مثلا يؤثر، في فيتامينات خطرة وفيتامينات ممكن أخذها بشكل دائم وحتى دون استشارة طبيب، وحتى لو لم نكن نعاني نقص فيها أخذها بالمكملات ممكن أن لا يضر. فعلا هناك بعض المكملات لا تضر من ناحية الكمية على أساس، ولكن لازم أن نعرف هو المبدأ أنه عندما لا تضر فمعنى أيضا أنها غير مفيدة جدا، لأنه يعني عندما تكون مفيدة جدا فهي تأتي إلى المكان المناسب وتقوم بجبر ما كان غير طبيعي أو ما كان يعني ضعيف وتنتهي القضية. أما مجرد استعمال هذه المكملات بطريقة مستمرة ودائمة لأنه في مرحلة من المراحل قد تكون بعض المكملات غير مفيدة أو تكون ضارة إلى حد ما بالنسبة للجسم أو تكون سبب في خروج أمراض طيب أخرى أي أو ضرر لهذه تأثير على أعضاء أخرى. أي ضرر لهذه المكملات في حال يعني كان جسمنا ليس بحاجة لها؟ نحن نتحدث هنا عن أي ضرر، وإن كان كذلك لماذا نشهد هذا يعني السوق الكبير اللي ينمو بشكل سريع فيها؟ سؤالك إلى جزئين والجزئين مهمين. عندما نقول أي ضرر فهنا السؤال تقني، فالضرر قد يكون هناك بعض الفيتامينات قد تكون مثلا الإنسان لا يمكن أن يكون كامل بطبيعة الحال، ولكن هناك بعض الأمراض متخفية أو في حالة تأهب أو في حالة أهلية معينة قد نكون مؤهلين للإصابة بمرض معين، يأتي بعض المكملات الغذائية وعندما تكون بكميات كبيرة وقد يسرع في ظهور هذا المرض، مثلا بدوز بي 12 مثلا تكون تتسبب في بعض الأورام. لماذا؟ لأنها هي تنفخ الأنسجة تعطيهم قوة كبيرة، وفي هذه الحالة قد تصيب يعني وتكون مسببة. أما الرأي العام أين يتجه، لازم نعرفه باللي هناك قضية استهلاكية لاستهلاك، لأنها مواد لا تخضع للرقابة الطبية فتم تنويعها، وعادة المكملات الغذائية عندما ترى يعني العلب فهي علب جميلة جذابة فيها أيضا عناوين جذابة جدا والمذاق أيضا يعني تؤسس والمذاق أيضا وطريقة الاستعمال وما والمعتقدات الخاطئة تعطي الإنسان، عندما تكون ذكريات جميلة في استعمال مادة معينة لفترة معينة لشخص معين فتربط دائما هذه الذكريات أنه عندما شربت المكمل الفلاني أصبحت في صحة جيدة، وعندما نقوم بتحقيق قد نرى أنه الإنسان كان عنده مرض معين ومجرد هذا انتهاء المرض يصاحبه استعمال بعض المكملات. فمثلا عندما نرى ما وقع في عهد كورونا يعني عدد من المعادن وعدد من الفيتامينات تمت إضافتها على أساس أنها مساعدة صحيح. مثل فيتامين سي مثل الزنك إلى غير ذلك، فهذا جميل ولكن لا يمكن أن نقرأه كعلاج أو كدواء، ولكن هو نعطوه يعني نكتبه بطريقه محدده في فتره الاصابه وتنتهي القضيه. بعض الناس يعني ألصقوا هذا الامر بانه يؤدي الى صحه جيده، ففي هذه الحاله يبدا الانسان يستعملها في اي حال، وهنا قد تكون مضره بطبيعه الحال لان اي اكثار لاي شيء قد يكون غير مفيد. كل الشكر لك دكتور محمد العيفة مختص بامراض السكري، انت معنا من الجزائر.